السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف ندرس درس معدل التغيير الصف الأول إعدادي الفصل الدراسي الأول الوحدة الرابعة تقديم يقين الزهراء مهدي. نتذكر أن معدل التغيير يساوي التغيير في ص على التغيير في س. يبين الجدول المجاور أسعار ركوب لعبة في منتزه عين عذاري عددا من المرات أجر معدل التغيير بالدينار لكل مرة ركوب. أولاً سأضع معدل التغيير يساوي التغيير في ص على التغيير في س. العدد هو السينات والسعر هو الصادات. 7 ناقص 5 يساوي 8. 5 ناقص 3 يساوي 2. 3 ناقص 1 يساوي 2. السعر وهو الصادات. 16 ناقص 12 يساوي 4. 12 ناقص 8 يساوي 4. 8 ناقص 4 يساوي 4. نضع 4 على 2. المطلوب لمرة لعب واحدة، لذلك لابد أن نوجد معدل وحدة. سوف أقسم في 2. 4 قسم 2 يساوي 2. 2 قسم 2 يساوي 1. إذن عدد الدينار يزداد بمقدار 2 دينار لكل مرة لعب. وجد معدل التغيير بالتمثيل البياني المجاور. لإيجاد معدل التغيير، أولاً سوف أختار نقطتين تقعان على الخط المستقيم وأعين الأحداثيات. سوف أختار النقطة 1.2 و 2.4. سوف أنشئ الجدول به السينات والصادات. السينات 1، الصادات 2. السينات 2 والصادات 4. 3 سوف أوجد معدل التغيير. الميل يساوي التغيير في ص على التغيير في س يساوي 2 على 1. أتأكد أن في صورة معدل وحدة المقام يساوي 1، إذن المسافة تزداد 2 متر لكل دقيقة. والآن لدينا تدريب بسيط لنتدرب يا أصدقائي صغار أينشتاين الرائعون. وقف الفيديو عند السؤال القادم وحله. انتهى الوقت. وجد معدل تغيير الميل بالتمثيل البياني المجاور لإيجاد معدل التغيير. سوف نختار نقطتان تقعان على الخط المستقيم وأعين الأحداثيات. سوف أختار 2.10 و 4.20. سوف أنشأ جدول به السينات والصادات. السينات 2، الصادات 10. السينات 4 والصادات 20. وجد معدل التغيير. الميل يساوي التغيير في ص على التغيير في س يساوي 10 على 2. سوف نقسمهم على 2. 10 قسم 2 يساوي 5. 2 قسم 2 يساوي 1. أتأكد أن صورة معدل وحدة المقام يساوي 1، إذا المسافة تزداد 5 أمتار لكل سنة. اكتب كم حصلت من 4 في التعليقات، وإذا أخطأت في الحل فلا بأس، لكن شاركنا سبب أخفاقك لنتعلم معا من أخطائنا. إلى اللقاء. Little Einstein, we need you. Little Einstein.